وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية الأستاذ صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، بما تفسرون رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل طلب ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بعدم الانسحاب من سوريا؟ حقيقة الأمر يعني يريد أننا لسنا خدم لقسد، وإنما العكس تماما، أن قسد هي الخادمة للنفوذ الأمريكي في المنطقة، وأمريكا دولة عظمى هي من يتحكم في هذا الأمر. والواقع الحقيقي الذي عرفناه من السياسة الأمريكية في المنطقة أن قراراتها دائما مضطربة وغير دقيقة، يعني ترمي مثل بالونات اختبار. لا يمكن للقوات الأمريكية أن تنسحب من سوريا بالكامل طالما القضية السورية ما زالت على صفيح من نار. لا يمكن، لكن لنفترض أن أنتم قلتم أنه لا يمكن، لنفترض أنها انسحبت، هل يمكن أن نفهم من قرار ترامب الانسحاب من سوريا هو اتفاق مسبق لترك البلاد إلى الدب الروسي؟ لا يمكن، خاصة ترامب، لأن حقيقة من يعاد ترامب أيضا الحكومة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب لو تورط بهذا القرار ونفذ، معنى ذلك سيثبت أن هناك فعلا اتفاق بين ترامب وبوتين على تزوير الانتخابات الأمريكية وتدخل المخابرات الروسية في ملف الانتخابات الأمريكية، وهذا ليس في صالح الحكومة الأمريكية ولا هيبتها. ولذلك استبعد أن يتم انسحاب القوات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة وأؤكد على خاصة من قاعدة التنف العسكرية الموجودة في البادية السورية والتي تتحكم بالطرق الدولية. مراقبون يقولون أن موسكو تطلق يد النظام السوري لاستعادة إدلب، إلى أي مدى سيسهل انسحاب القوات الأمريكية مهمة النظام؟ النظام السوري منتهي منذ زمن طويل، والذي يتحكم بالقرار السوري هي إيران وروسيا وطبعا أطراف أخرى ربما من حزب الله وغيره. النظام السوري لا يمتلك أي قرار سياسي أو عسكري على الأرض السورية إلا بالتوافق مع هذه الدول. نعم، أتوقع أنه بعد المؤتمر الأخير لروسيا وتركيا وإيران وغيرها ستتم عملية حلحلة الأوضاع في إدلب، ربما عسكريا لكن في عمليات نوعية. وربما هناك احتمال آخر أن تنجح تركيا في حل مسألة هيئة تحرير الشام حلا سلميا بإذابة مقاتليها تحت مسميات أخرى أو الانضمام إلى تشكيلات عسكرية أخرى، ثم يطلب من الدول أن تتولى حل كل دولة لرعاياها المندمجين في هيئة تحرير الشام. أنت قلت أنه لا يمكن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وأنا قلت لنفترض، فإذا ما انسحبت القوات الأمريكية من سوريا كيف ترون شكل توزيع القوى في البلاد؟ وما موقف تركيا في هذا السياق؟ حقيقة إذا تم هذا الأمر فمعنى ذلك أن التنافس الروسي الإيراني على الكعكة السورية سيظهر إلى فوق الطاولة، وستكون هناك خلافات ظاهرة على السطح تماما، وهذا الأمر ليس بصالح روسيا الآن وإنما بصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد بهذا الحلف الروسي الإيراني، الحلف الحقيقة الهش، أن يظهر الخلاف وتحصل ربما حتى اشتباكات، وبالتالي يصبح هناك مبرر لتدخل دولي في إضعاف إيران، لأن إيران يعني خادمة الولايات المتحدة الأمريكية وخادمة إسرائيل، إلا أنها كبرت أكثر من الحد المتفق عليه في السياسة الأمريكية الإيرانية المشتركة والإسرائيلية المشتركة. يريدون لإيران أن تكون بحجم خادم وليس بحجم تمدد أكبر من ذلك، لتكون دولة مؤثرة في المنطقة وخارج سياق التوظيف السياسي والعسكري لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. من اسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية الأستاذ صالح فاضل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.